السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل الدرس ديالنا السابق. كنا قلنا في الدرس السابق أنه كنا هضرنا على ستريكتشر ديال الألغوريثم. قلنا الألغوريثم ستريكتشر ديالك تكون من 3 بارتي، لونتيل، ديكلاراسيون، كور. وقلنا ضروري نشوفو إكزومبل باش تزيد ترسخ ليكم وتفهموا الصورة، توضح أكثر في الدماغ. إذا هذا واحد إكزومبل، راه هو قدامكم إكزومبل سيغ لا ستريكتشر دالغوريثم. هذا واحد الالغوريثم سميتو انا صوم، سميتو صوم. هكذا كتكتب بعدا الالغوريثم، كتكتب هكذا 3 بارتي هما اللي في هاد المستطيل الاول، المستطيل الثاني، المستطيل الثالث مدورين بالزرق. كل بارتي مدورها بالزرق، هانتوما كتشوفوها. البارتي الاولى كنبداو بالالغوريثم، كنسميو نعطيوه السميه، سميتها الالغوريثم، سميتو صوم. بحال دا قلنا سميت البرنامج، عطينا سمية، عطي اللي يعجبك، ماشي ضروري تعطيه صوم، عطيه اللي يعجبك، سميتها بسميتك لبغيتي، أي سمية عجباتك حطها. هذا كيتسمى لو نون دالغوريتم، سمي اللي يعجبك. ويفضل أنك دير شي أسماء عندها علاقة بالمشكل اللي كيحلو هاد البرنامج. يفضل الفاريابل كاين دو فاريابل، حط اي بلاصه ديال الديكلاراسيون، كاين واحد الخطا هنا بلاصه او، كاين ا شي او فاريابل ديكلارينا او قمنا بالاعلان على دو فاريابل، فاريابل اكس وفاريابل ايغريك. النوع ديالهم اونتي، غادي نزيدو نشرحو كيفاش كدير تكتب هادو هنا وكيفاش امور اخرى. المهم هادي بلاصه ديال الديكلاراسيون، هاديك تسمى بلاصه الديكلاراسيون، كتبو فاريابل، هاديك تكون ثابته فاريابل، كنكتبو الاسماء ديال لي فاريابل اللي غادي نحتاجو ابخي في البروغرام، وعاد كنعطيوهم قيمه كما كتشوفوا. هذه بلاصه ديال ديكلاراسيون، كما قلنا كنعطيوهم قيمه في المنطقه اللي كتكون ما بين لو ديبي و فان. ديك المنطقه ما بين لو ديبي و فان كتسمى لو كور، لو كور كي كونتيان، يعني لو كور اللي كي يحمل الاوامر ديال البروغرام. هذا هو لو كور، كيتسمى ما بين ديبي و فان. عقلوا عليها، مثلا كيف ما قلت لكم هاد اكس عبارة عن فاريابل قمنا بلا ديكلاراسيون ديالو، ديكلاريناه. ولكن دابا كيف ما كتشوفو هنا راه معندو لا قيمة لا والو، هو اكس. حنا كنعرفو النوع ديالو فقط، انه اونشي، يعني عدد صحيح، انه عدد صحيح فقط، هادشي اللي كنعرفو عليه. والقيمة ديالو كتعطيها له ابخي في لوكو سي فاسيل. اكس عطيناه 4، كادر على الصحيح. هاد السهم وهاد الشرطة كتسمى لافيكتاسيون، يعني افكتينا 4 في اكس، يعني نسبنا 4 الى اكس، خصصنا 4 الى اكس. بحال قلتي هادي كتكافئ اكس تساوي 4، صافي عطيتي الاكس قيمة 4 في الدماغ ديال البيستي، البيستي ولا فاهم ان اكس كتساوي 4. سيتو هاد إكرير دوني لا فالور دو، غادي نشرحو هاد إكرير، وغادي نشرحو لافيكتاسيون ولير وإكرير، غادي نشرحو مزيان. المهم بغيت نوضح ليكم في الدرس غير لا ستريكشير، منطقة كل منطقة كي دايرة والدور ديالها. المهم ديال لا ستريكشير انتهى الدرس، وصلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.